السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس؟ كنتمنى ان احوالكم تكون كلها طيبة وعلى ما يرام. المهم اليوم فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله. بغيت نشارك معكم واحد الحيلة، وكنتمنى انكم يكونوا هاد الفيديوهات اللي كندير لكم غير مملة، وتكونوا كتفوجوا معايا في داك الخرجات اللي كنخرج، وكتنحفزكم شوية في داك الروتينات اللي غنبقى ندير، والوصفات كينفعوكم جربوهم ما تندموش. وكنعطيكم انا داكشي من قلبي صراحه، الله ما كنديرش غير فيديوهات باش نعمر القناه وصافي. على داكشي ما كنحطش بزاف فيديوهات، انا كاين الناس اللي كيحطوا حتى جوج ثلاثه فيديوهات في النهار، انا ما كنقدرش نحط بزاف في النهار، لان لحقاش كنحاول نتحرى على ان داكشي اللي كندير يكون مزيان ان شاء الله ويروقكم. المهم كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، ها انتم كما كتشوفوا معايا كاينه واحد الطبعه هنا، سمعوا ها انتم سمعتوا الصوت؟ يعني داكشي لاصق قاصح، بغيت نسمعكم الصوت باش تعرفوا بان بصح لاصق. هنا هاد الطبعه كما كتشوفوا لاصيغ، انا كنت كندير لاصيغ واحد النهار وسهيت حطيتها هنايا حدايا. دابا انا كنت جالسه في كرسي هنايا في الارض، وكنت كنحط حدايا شويه، وانا نسى حطيتها حدايا بلا ما نحس قص يمكن هكا ولا هذا، وطاحت بدات كتدلعات لي هنايا. المهم كما كتشوفوا جوج طبعات، كاينه واحد الطبعه هنا ما كتبانش مزيان، المهم هادي كنتمنى انكم تشوفوها، وهادي ومني طاحت ليا حاولت نحيدها بشي موس ولا شي حاجه خليتها تبرد، بديت كندير معاها جميع المحاولات باش نحيدها، مابغاتش تحيد ليا. المهم حتى درتها، بغيت ندير معكم هاد الحيله باش نحيدها. هانتوما كما كتشوفوا غتشوفوا اي كريم عندكم، انا عندي هذا دابا، اي كريم عندكم كما كان ديال اي مارك ولا اي حليب كديروه يديكم رجليكم، وغادي نحطوه على داك، غنحطوه على هاد عين بلاتي هو، غنديرو بهادي ونحاولو ندخلوه مزيان لداخل هاك. المهم هاكا القرعه قربت تسالي لي داكشي باش كنهز بهذا وكندير. المهم ها انتما كتشوفوا معايا، ديروا مزيان وغادي نجيبوا شي زيف عندنا كما كان، نديروا على هذا هكا، وغادي نديروا الحديده ديالنا هكا، نبقاو كندوزوا في الحديده على داك البلاصه اللي فيها الطبعه. انا عندي هنايا المساحه كلها هكا، حنا عارفين بان لاصيغ الا طاحت لينا على شي زربيه ولا على شي منطا ولا شي حاجه صعيب باش تزول، صعيب بزاف. انا راني ما خليت ما درت معاها، ها هي كتشوفوا غادي نزيد انا الكريم هنا، وغنديرو عاوتاني الزيت ديالنا هكا، ونبداو ندوزو عاوتاني الحديدة. كنتمنى انكم تكونوا كتجربوا هاد الوصفات اللي كنعطيكم، هاد الحيل وهاد الشي ديال وصفات الجمال، وصفات مضمونة 100%، غير جربوها واستمروا عليها، لا هي ولا ديال الوجه ولا اي حاجة. وكنتمنى انني يكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. ها انتم كما كتشوفوا معايا، شفتوا ها
هذيك صباح اللي كتبان فاسقه، انا راه ما درت لا ما ولا والو، واخا هذه انا ما خدمتهاش، غير هي داك الكريم هو اللي كيتفاهم مع داك السخونيه وفسقات السيرفيات. راه دابا كت احنا نشوفو هانتوما، شفتو ما بقاتش كيما الاول، ها هي بدا كاع كيتحيد داك هذاك الفوقاني اللي كان فيه داك الوبر كما كنقولوا، ولا هاد اللي فيه كان فيه لاصيغ هو داك يتحيدها. ديروا قدامكم انا غادي نزيد نستمر على هاد الطريقه حيت راه بدا كيتحيد، شفتوا اللون ديالها كيولا الحمد لله. ها هو تي راه بديت كنقول صافي خسرات ليا المنطه، انا خسرتها بعدم انتباه، ولكن الحمد لله كل حاجه عندها حل. هيا انا شفت هاد الحيله عند واحد الاخت وجربتها، بغيت نشاركها معكم. هي صراحه الله ماشي ديالي من اختراعي، ولكن بغيت نشاركها معكم حتى الناس اللي ما وصلهمش ولا ما شافوهاش تعم الفائده، لان انا حاجه جربتها. انا كنشارك معكم غير داكشي اليومي ديالي اللي كندير، حياتي عادي شنو هذا ونصائح وداكشي اللي كنعرف هو اللي كنشارك معكم. كنتمنى ان القناه تكون عجبتكم. انا غنستمر على هذه الطريقه، هانتوما شفتو شفتو معايا كي ولات، سمحوني انا غنخليها حيت خاصها تنشف ضروري هاد البلاصة. المهم دابا ملي غتبر المنطقة عاوتاني وداكشي غادي يبان، باقي هنا شويه حيت هذاك كان دخلت لداخل داك التيسيون، بغيت نبقى نحيدو بالموس بحال بديت كندخلو انا ما عرفتش في الاول. ها نتوما كتشوفوا باقي واحد شويه هنا اللون، ها هو ولكن هو هي لاصيغ تحيدات. حاولوا ديرو، نحاول ندخلو بالاصابع ديالي حيت كتعرفوا يدينا كتدخل احسن من هنا. وحتى الا كانت عندكم في شي سجاد يعني زربيه ديروها. ها نتوما احبائي شفتوا كيفاش النتيجه النهائيه دايره، راه متحيدات معنا داك الطبيعي اللي كانوا هنا ديال لاصيغ متحيدو. دابا بقى غير غادي نصب من بعد دابا نصب هاد المنطه وان شاء الله تولي كما كانت. ها هاد البلاصه تحيدات كاع داك طبعه لاصيغ اللي كانت كون شفتوها. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكان الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. خليتكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.